السلام عليكم ورحمة الله، يسعد مساكم زملاء. معكم دكتور طاهر خطاب، أخصائي التعويضات السابتي. في البداية بتوجه بجزيل الشكر للدكتور مازن دوماني على هالمنصة الرائعة، منصة طب الأسنان مباشر، هالمكتبة الرقمية الواسعة اللي صارت تغطي أغلب اختصاصات وعلوم طب الأسنان. اليوم رح أكون معكم بمحاضرة ضمن مؤتمر طب الأسنان مباشر، رح أحكي فيها عن تدبير النسج الرخوي عند أخذ الطبعات في التعويضات السابقة. هالمرحلة هاي البسيطة ولكن المهمة للغاية، اللي كثير من الأحيان عم يتجاهل عدد من الأطباء، وعم بيكون لها الدور الأكبر بفشل التعويضات على المدى البعيد. دائما دقة الطبعة هي اللي بتعطينا حواف دقيقة، وبلا شك أنه وجود انطباق حفافي وسلامة الحواف هي أهم عامل بنجاح وديمومة التعويضات الثابتة. ما فينا نعتبر أنه التعويض الثابت ممكن يكون قد حقق النجاح بدون ما يكون في سلامة بالحواف اللثوية، يكون في عنا انطباق حفافي لحتى يسمح للثة ترجع تاخذ وضعها الطبيعي، وما يكون في أي مشاكل على المدى البعيد، سواء التهابات لثوية، سواء ممكن يحصل عنا نكس نخر أو أي مشاكل ممكن يكون سببها هو عدم وجود انطباق حفافي صميمة. هالانطباق هذا ما فينا نحصل عليه إلا من خلال نقل التحضير للمخبرة بدقة تامة، وخاصة منطقة خط الإنهاء، لحتى نطلب من مخبرنا يعطينا حواف دقيقة وانطباق صميمة. لازم نقوم بالعمل اللي واقع على عاتقنا، اللي هو انه ناخذ له طبعة دقيقة للحواف لحتى يكون قادر هو يعطينا تعويض منطبق تماما على هالحواف هاي. طبعا الحواف السليمة بالتعويضات ما في يقوم بصنع المخبر بدون ما يكون بين ايديه مثال واضح تماما بمنطقة خط الانهاء، بيشمل كامل محيط خط الانهاء مع النسج غير المحضرة المجاورة لخط الانهاء، لحتى يكون قادر على تأمين حواف منطبقة وتمادي مع النسج غير المحضرة. ومن هون هالمرحلة هاي الدقيقة والمهمة، اللي هي تبعيد النسج الرخوي لنحصل على طبعة نهائية مثالية، خطوة كتير مهمة لازم نركز عليها وما نهملها أثناء مراحل عمل التعويضات. طبعا مثل ما ذكرت، الطبعة الدقيقة لا تتوقف عند مستوى خط الإنهاء. لحتى نقول أنه طبعتنا مثالية وتامة، يجب أن تمتد لما بعد خط الإنهاء لحتى تشمل جزء من النسج السنية غير المحضرة، لحتى يتمكن المخبر من أنه يقوم بتحقيق تمادي وانطباق تام بين النسج غير المحضرة مع سطح التعويض أو التاج أو أي نوع من أنواع التعويضات بده يقوم بتصنيعه. فدائما الطبعة لازم تشمل خط الإنهاء ونصف لواحد ميلي من النسج السنية غير المحضرة اللي هي بتوقع ضمن الميزاب اللثوي. ومن هون أهمية هالخطوة هاي اللي بنسميها تبعيد اللثي أو تدبير النسج الرخوي. المادة الطابعة غير قادرة على هالوصول لضمن عمق الميزاب بدون ما نقوم نحن بإبعاد الحواف الحرة للثي وفتح الميزاب للسماح بالمادة الطابعة أنه تتغلغل ضمن عمق الميزاب لتنسخ لنا المنطقة الحفافية بشكل جيد. طبعا في مقولة كثير بنسمعها، ممكن طبيب يكون بأخذ طبعة رغم انه بتكون غير مقنعة، فممكن من اجل انه ما يعيدها او هاي بيقول خلينا نصب الطبعة وبعدين بنشوف شو بدنا نشوف فيها، او هي واضحة او ما واضحة. هالمقولة هاي خاطئة تماما، وهي مضيعة للوقت، وكثير من الاحيان تساهل ممكن يؤدي لفشل في التعويضات، انه انت تاخذ طبعة وتبعتها على المخبر وتخسر جلسة سريرية وقت بيصب المخبر لحتى يشوف انه هل الحواف واضحة او لا. دائما انت كطبيب انت اللي لازم تقيم الطبعة تبعيتك، والطبعة دائما هي واضحة، اما ان تكون ناجحة او فاشلة.
بدون ما نقوم بصبها. إذا في أي مشكلة، إذا الحواف ما واضحة، لازم نعمل إعادتها بشكل مباشر وما نقوم بإرسالها للمخبر، لأنه هالشيء رح يؤدي لتعويضات سيئة وغير منطبقة حفافيا، وبالتالي رح تفشل بشكل حتمي على المدى البعيد أو بعد فترة من الزمن، ورح تكون مترافقة مع التهابات للثوية ورائحة كريهة في فم المريض. ومن هون عملية تبعيد النسج الرخوي أو تدبير النسج الرخوي هي العملية اللي بتتم من خلالها كشف حواف التحضير. هالحواف هاي منطقة خط الإنهاء، من خلال عملية تبعيد اللثة نقوم بكشفها بشكل كامل بحيث تظهر على كامل محيط السن، لنتمكن من أخذ طبعة ناجحة لها. وبنفس الوقت هي عملية للسيطرة على جميع الرطوبة أو النزف الموجود من اللثة، لأنه أغلب مواد الطبع اللي نحن نتعامل معها هي كارهة للماء، وفي حال وجود رطوبة سواء الميزابية أو وجود نزف ما رح يكون في نسخ صحيح لهالمنطقة هاي، ممكن تؤدي لتشكل فقاعات أو نقص أو عدم دقة في الحواف. فعملية تبعيد اللثة بتشمل كل من تبعيد ميكانيكي للثة والسيطرة على النزف والسوائل أو الرطوبة الموجودة بمنطقة الحواف. طبعا أغلب التحضيرات عندنا بتكون على مستوى اللثة أو أحيانا حتى تحت مستوى اللثة، وبشكل طبيعي اللثة بدها تكون مغطاة أو متراكبة على السن المحضر. فإذا نحن ما قمنا بإزالة أو عملية بنسميها تبعيد لهاللثة بهالمناطق هاي لكشف حواف التحضير، ما رح يكون في طبعة دقيقة. فنحن لو كان ظاهر عنا هالمنطقة الأفقية من خط الإنهاء، لكن في حال ما كانت مكشوفة معنا هالمنطقة هاي اللي هي ما بعد خط الإنهاء، لا يستطيع المخبر أن يعرف المسافة الأفقية لخط الإنهاء، ما رح يكون قادر على تحديد سماكة خط الإنهاء. فممكن تكون الطبعة واصلة لهالجزء من خط الإنهاء، أو ممكن لهون، أو ممكن تكون مسافة أوسع، فبالتالي ما رح يقدر يعطينا تمادي بين حواف السن والتعويض اللي بده يعملنا إياه. من هون أهمية أنه نقوم نحن بكشف هالجزء هاد المجاور لخط الإنهاء لحتى المخبر يستطيع يعطينا تمادي بين السن والتعويض اللي بده يقوم بصنعه. فعملية تبعيد اللثة هي إزاحة أو تبعيد هاللثة لمسافة عمودية وأفقية بنفس الوقت. تبعيد اللثة يمكن يشمل على إزاحة اللثة بالاتجاه العمودي، إنه بعدها عن منطقة خط الإنهاء والحواف، وبنفس الوقت بالاتجاه الأفقي بحيث نفتح الميزاب اللثوي لحتى نسمح للمادة الطابعة أنها تتغلغل ضمن هالميزاب وتنسخ لنا هالمنطقة هاي هالزاوية اللي كتير مهمة بالنسبة للتعويضات الثابتة. طبعا الهدف من تبعيد اللثة هو لتمكين المادة الطابعة من انها تتغلغل لمنطقة الميزاب اللثوي ولما بعد حواف التحضير لما بعد خط الانهاء، وخاصة في حال كانت خطوط الانهاء على مستوى او تحت مستوى اللثة. ايضا ما بكفي انه تتغلغل الماده الطابعه، لكن لازم تكون بسماكه كافيه لحتى ما يحصل لها تمزق اثناء نزع الطبعه او اثناء صبها. فهالماده الطابعه اللي بدها تنزل ضمن الميزاب اللثوي لازم يكون في مسافه افقيه تسمح بيكون في سماكه جيده للماده الطابعه لتكون مقاومه كان اثناء اخذ الطبعه وكان اثناء صبها، لما يحصل عليها اي تشوه أو أي تغير في أبعادها أو في موقعها. وبنفس الوقت هالعملية بتشمل على السيطرة على الرطوبة والسوائل، كان سائل ميزابي، كان وجود رطوبة، لعاب، نزف، كلياتها هاي لازم نسيطر عليها أثناء عملية أخذ الطبعة. فعملية تبعيد اللثة هي عبارة عن فتح لمنطقة الميزاب اللثوي، خلق مسافة أفقية للسماح للمادة الطابعة أنها تتغلغل بهالمنطقة هاي وتعطينا سماكة جيدة تنسخ لنا الحواف وتكون مقاومة أثناء الطبعة وأثناء صبها. طبعا هالعملية هاي ممكن تتم من خلال عدة مواد. أي مادة أو أي طريقة نحن بدنا نستخدمها
بتبعيد اللثه لازم يتوفر فيها شرطين اساسيين. اول شيء تكون غير راضه، فبالتالي عملها لازم يكون ضمن منطقه الميزاب اللثوي فقط، دون ان تؤدي لاي رض او اذيه سواء لمنطقه الارتباط البشري او للحواف اللثويه. فماده التبعيد لازم تكون عملها ضمن الميزاب دون اي اذيه للنسج السنيه او النسج الرخوي المجاوره. وبنفس الوقت لازم تحقق لي تبعيد جيد ولزمن كافي لاخذ الطبع. فانا بعد ما اشيل ماده التبعيد لازم تبقى هالميزاب هاللثه بهالمنطقه هاي مفتوحه لفتره كافيه اني انا اقوم بنقل الطبعه، بوضع الماده الطبعه ونقلها لتم المريض لحتى تتغلغل لهالفراغ اللي خلقت لي اياه ماده التبعيد. طبعا في عده طرق للتبعيد اللثوي. في عنا طرق ميكانيكيه بتعتمد على التبعيد الفيزيائي، في منها كيميائيه على عوامل كيميائيه او مواد تاثيرها كيميائي سواء من العوامل المقبضه او من خلال المشرط الكهربائي او الليزر. الاكثر استخداما هي الطريقه الميكانيكيه، واللي اكثر شيء نستخدمها هي خيوط التبعيد، الريتراكشن كورد او خيوط التبعيد اللثوي. وبعض الاحيان ممكن نحن نعتمد على التعويضات المؤقته بانه ننزل فيها ضمن الميزاب اللثوي لنامن تبعيد، وخاصه في التحضيرات اليوم الحديثه اللي بنسميها فيرتيبريبريشن او التحضيرات العموديه اللي ممنوع فيها انه ناخذ طبعه بنفس جلسه التحضير بالتحضير العمودي او الفيرتيبريبريشن. لازم نقوم بوضع تعويض مؤقت، التعويض يكون نازل ضمن الميزاب اللثوي، نتركه لمده اسبوع لحتى يحقق لنا تبعيد، ترجع اللثه تاخذ وضعها النهائي عليه. مثل ما حكينا اكثر طريقه مستخدمه هي خيوط التبعيد ريتراكشن كورد. الهدف منها هو كشف حواف التحضير او منطقه الفينش لاين او خط الانهاء لحتى نقدر ناخذ طبعه دقيقه لهالمنطقه هاي الحساسه جدا. اغلب هالخيوط او اكثرها او جميعها بتكون مصنوعه من ماده القطن اللي هي ماده غير مؤذيه متقبله حيويا، بتساعدني ايضا باخذ الطبعه. هالخيوط هاي بحاجه لادوات لدكه ضمن الميزاب اللثوي. هالادوات هاي لازم تكون بحجوم مناسبه، تكون رقيقه، ما فيها سخانه كبيره لحتى ما تشكل اي اذيه لمنطقة الميزاب اللثوي، وبنفس الوقت بدها تكون كليلة، ما يكون لها زوايا حادة ما تؤدي لجرح أو للنزول ضمن الارتباط البشري. تجي بعدة أشكال بتساعد على دك الخيط سواء بالمناطق الوحشية خاصة بالأسنان الخلفية أو بالمنطقة الأمامية، فممكن تجي بعدة أشكال وعدة زوايا. في منا بيجي حتى له مسننات، تجي مسننة بتساعد هاي بشكل أكبر على التحكم بإدخال الخيط ضمن الميزاب اللثوي، ولكن مثل ما قلنا لازم ننتبه أنه تكون مناسبة لحجم الميزاب لما يكون في أي أذية وما تؤدي لنزف ضمن الميزاب. أيضا الخيوط التبعيد بتجي بعدة أشكال، فأكثر شكلين إلها المستخدام هي البرايديد والنايتيد. النايتيد او نسميها المحبوكي، اللي بتكون محبوكي حبك وغير متراصة على بعض البعض، والبرايديد اللي بتكون مجدولي مع بعض البعض بشكل كتيم وبشكل شديد. طبعا النايتيد بتكون محبوكي فبتترك فراغات داخل هالخيط ضمن جوف هالخيط، عندما ننزله ضمن الميزاب ممكن تمتص من السوائل الميزابة من الرطوبة الموجودة، هالشيء بيساعد على أنها تتوسع يزداد حجمها، وهالشيء بيساعدنا على عملية تبعيد ميكانيكي بشكل أكبر. ولكن ممكن يكون في صعوبة أحيانا باستخدامها شوي. البرايديد بتجي مجدولي بشكل شديد على بعض البعض، هالجدل هاد أو وجودها بشكل قاسي بيساعدنا على إدخاله ضمن الميزاب بشكل أسهل. طبعاً هون يعني الاستخدام بيفرق حسب الحالة، ولكن بشكل عام النايتيد بنستخدمها بتقنية الخيط المزدوج بالخيط الثاني،
لأنه هي بتأمننا تبعيد أفقي بشكل كافي، يعني بيكون عنا الميزاب بهالشكل هذا، فمندخلها ضمن الميزاب، فهي عند اللي بتمتص السوائل اللي بيزداد حجمها، فرح تعطينا فتح للميزاب بشكل أكبر. بينما البرايديد بتكون محبوكة على بعضها بشكل كتيم، فبتساعد عملية دكة بعمق الميزاب، فمستخدمة بتقنية الخيط المزدوج بالخيط الأول اللي بينزل ضمن عمق الميزاب، وهون بمنطقة الارتباط البشري هالمنطقة الضيقة، وبيعمل على إبعاد عمودي إنه يدفش لي ارتباط البشري باتجاه ذروي، وبالتالي هالحواف ممكن يساعد على إنه نبعدها بشكل عمودي ونكشف خط الإنهاء أثناء التحضير قبل ما أبدأ بالتحضير، لحتى نساعد بالتحضير بدون ما أذي الحواف اللثوية. طبعا هاي النايتيد بنلاحظ كيف بتجي محبوكة مع بعض البعض مثل بنوع من الخياطة، وسطها بيكون مفرغ، فهي تساعدها على انه السوائل او الرطوبة تنوجد ضمنها، وهالشيء بيساعد على انه يزداد قطرة وتتوسع وتعطيني تبعيد اكبر بالمستوى الافقي. بينما البرايدي بتكون محبوكة وعفوا مجدولة على بعض البعض بكثافة، فهالشيء بيساعد على دكة ضمن الميزاب بشكل جيد. في نوع هو التويست اللي بتكون ملفوفة لف على بعضها، ولكن استخدامها أقل من نوعين ثانيين. أيضا هالخيوط بتختلف ليس فقط من ناحية الشكل، ولكن أيضا تجي بعدة أحجام بعدة أقطار، فأغلب الشركات بتقدم لنا 6 أحجام للخيوط. الأصغر هو 3 أصفار اللي هو بيكون خيط رفيع، وكل ما اتجهنا بهالاتجاهات كل ما زاد قطر الخيط، الصفرين هي أكبر، الصفر أكبر، بعدين يجي رقم 1، رقم 2، رقم 3 اللي بنلاحظ بيكون قطره هو الأكبر، وهون بيختلف استخدامه حسب الحالة السريرية اللي موجودة عنا. طبعا حجم الخيط، اختيار الحجم المناسب يعتمد على عدة أمور. أول شيء مكان الفينش لاين، مكان خط الإنهاء، هل هو فوق اللسي، على مستوى اللسي، تحت اللسي، فأنا كمية التبعيد اللي بدي إياها بتحدد أيضا حجم الخيط. عمق الميزاب أيضا بدنا ناخذه بعين الاعتبار قبل ما أبدأ بالدك، أنا لازم أجيب مسبر لثوي أشوف عمق الميزاب، فما معقول يكون عندي ميزاب ضحل عمقه نص ميلي وجيب خيط قياس 2 او قياس 1 وبدي دكه ضمن الميزاب، او بدي استخدم تقنيه الخيط المزدوج. فبالبدايه انا قبل ما ابدا بالتحضير لازم اصبر الميزاب اللثوي وشوف عمق الميزاب لاعرف الخيط المناسب وتقنيه التبعيد المناسبه. العامل الثالث هو البيوتايب تبع اللسي، هل لسي سن بايوتايب او سيك بايوتايب، هل هي رقيقة او سخينة، فايضا هالناحية هاي بعرفها من خلال ادخال المسبر لثوي ضمن الميزاب، ففي حال شف عندي بتكون رقيقة سن بايوتايب، ممكن تكون متوسطة، ممكن تكون سيك بايوتايب مثل هون بنلاحظ ما بيكون شف نهائيا، فبهالحالات هاي انا عندي حرية باستخدام الخيط اللي بيناسبني بشكل اكبر. بينما هون بالسن بايوتايب بدي اكون حذر، بدي استخدم خيط رفيع ما زي اللسي بشكل كبير لما يصير عندي انحسار لثوي. بشكل عام يعني القاعدة العامة رغم بعض الاستثناءات بتقول انه الخيوط الرفيعة 3-0 او 2-0 بنستخدمها بالاسنان الامامية عند اللي بيكون مسافة الميزاب اللثوي صغيرة، واكثر ما بتستخدم كالخيط الاولي بتقنيه الخيط المضاعف، عند اللي انا بدي استخدم خيط مضاعف، خيطين فوق بعضهم البعض، فاول خيط انا بحطه 3-0 او 2-0 والخيط اللي فوقه انا بحطه اكبر منه. بينما ال 1-0 او الخيط 1 اكثر ما بنستخدمه بمنطقه الضواحي، ممكن نستخدم ال 1-0 كخيط أول، الخيط الأولي بتقنية الخيط المضاعف، بينما الرقم 1 بنستخدمه كالخيط الثاني أو الخيط الثانوي بتقنية الخيط المضاعف. الخيط رقم 2 والرقم 3 أكثر ما تستخدم بالأرحاء،
عن اللي بيكون عندي لسي سخيني ميزاب جيد، واغلبها ممكن تستخدم حتى هالخيوط هاي بتقنية الخيط المفرد بحيث انه تأمن لي تبعيد جيد. هالخيوط في منها نوعين، قد تكون مشربة بمقبض وعائي او مادة مرقئة للنزف، او غير مشربة. وهون بدنا ننتبه للخيط اللي عم نستخدمه، هل هو مشرب او غير مشرب. في بعض الحالات ممكن نحن نستخدم الخيوط غير المشربة ونحن نقوم بتشريبها حسب الحالة اللي موجودة عنا، فبننتبه للشركة اللي عم نستخدمها. في بعض الشركات تعطينا هالتنوع، هو بتكون عطيتنا خيوط مشربة وخيوط غير مشربة. في شركات لا، بتعطينا كل الخيوط غير مشربة، وأنا إذا بدي أقوم بتشريبها بقوم بغمسة بالمادة. فممكن نحن نشربها بمقبض وعائي مثل الأدريانالين، أو ممكن ببعض المواد المرقئة مثل كلور الأمونيوم، سلفات الحديد. فمنقوم بوضع قطرة أو قطرتين من هالمقبض الوعائي أو هالمادة ضمن حوجلة صغيرة، ونوضع الخيط ونقوم بتغميسه بلفافة قطنية بحيث تتشرب هالمادة ضمن الخيط بشكل جيد. الخيوط غير مشربة فعلا فيزيائي أو ميكانيكي فقط، فبتعتمد فقط على التبعيد الميكانيكي، بيكون فعاليتها أقل ومدى تأثيرها أقل. مجرد نشيل الخيط بنلاحظ أنه لسه رح ترجع لمكانها بشكل سريع. إضافة هالعوامل المرقئة أو العوامل المقبضة ممكن يساعد على أنه يعطينا هون فعالية ميكانيكية للخيط، بالإضافة للفعالية الشيميكال أو الكيميائية من خلال هالمقبض الوعائي أو المادة المرقئة اللي منشرب الخيط فيها، وهاي بتساعد على السيطرة على النزف أو على السوائل واستمرار التبعيد ممكن لفترة أطول، خاصة عند نستخدم العوامل المقبضة اللي ممكن تؤدي لانكماش في النسوج الرخوي. تقنيات التبعيد عندنا تقنية الخيط المضاعف والخيط المفرد. الخيط المفرد تعتمد على وضع خيط وحيد ضمن الميزاب اللسوي، بينما الخيط المضاعف تعتمد على وضع خيطين، خيط أول قطره صغير وخيط ثاني قطره اكبر. تقنية الخيط المفرد اكثر ما بنستخدمها عند اللي بيكون عندنا الميزاب ضحل، عند ما بيكون في عمق للميزاب اللسوي، وبالتالي عمق الميزاب ما بيسمح لنا انه ندق خيطين. وايضا ممكن نستخدمها عند بيكون تحضيرنا لعدد قليل من الاسنان مثل سن او سنين، فبهالحالة هاي ممكن نعتمد على تقنية الخيط المفرد. هالتقنية هاي تعتمد على دك خيط وحيد فقط ضمن الميزاب اللسوي، مندكه ضمن الميزاب بحيث هالخيط بيأمن لي كلمة التبعيد الأفقي، بيفتح لي الميزاب، وبنفس الوقت بيأمن تبعيد ميكانيكي لحواف اللسي بعيدا عن خط الانهاء. فإذا هون خط الانهاء عندي دكت هالخيط، فرح يدفش حواف الحرة للسي باتجاه الأسفل، وبنفس الوقت بيعطيني تبعيد أفقي عن حواف السن، ولكن كمية التبعيد لتقنية الخيط المفرد بتكون أقل. يعني التبعيد اللي بيعطيني إياه هو حجمه أقل من تقنية الخيط المزدوج. بهالشكل هاد لاحظنا هون، نرجع الصورة القبلة، شايفين مستوى اللسي، ممكن يكون التحضير على مستوى اللسي. نحن عندما استخدمنا الخيط نلاحظ انه مستوى التحضير صار في فرق بالاتجاه العمودي، بالاضافة لفتح الميزاب بالاتجاه الافقي. فهون هالمنطقة هاي اللي تشكلت هي اللي راح تندخل فيها المادة الطابعة وتأمن لي طبعة جيدة لهالزاوية هاي اللي حكينا عنها، اللي هي منطقة خط الانهاء والنسج السنية غير المحضرة المجاورة لخط الإنهاء. طبعا هالتقنية هاي الخيط المفرد أكثر ما تكون فعالة عند يكون تحضيراتنا على مستوى اللسي، فهي عند أنا بقوم بوضع خيط رح يكون بتبعيد عمودي مع بعض التبعيد الأفقي، فبيكون كافي لأخذ طبعة ناجحة لهالحواف هاي. مجرد نحن حطينا خيط واحد رح يبعد لي اللسي باتجاه عمودي، وبالتالي سمح لي باني اخذ طبعه دقيقه لهالحواف. ولكن عند بيكون التحضير
تحت اللثة ضمن الميزاب غالبا تقنية الخيط المفرد بتكون غير كافية وما بتسمح لي بعمل إزاحة جيدة للنسج الرخوي لتسمح للمادة الطابعة بالتغلغل ضمن الميزاب اللثوي. تقنية الخيط المفرد بتعتمد على وضع الخيط حول السن للتبعيد قبل أخذ الطبعة وبنبقي على الخيط لبعد أخذ الطبعة، يعني بناخذ الطبعة والخيط موجود ضمن الميزاب اللثوي، فطالما الخيط موجود بهالشكل هذا هو عامل لي تبعيد عمودي وبنفس الوقت فاتح لي الميزاب عامل لي تبعيد أفقي وبتكون الحواف مكشوفة بشكل جيد. فبتقنية الخيط المفرد بناخذ الطبعة مع وجود الخيط ضمن الميزاب اللثوي، بيأمن لي كل التبعيد وبيئة جافة بيمنع أي نزح من ضمن الميزاب اللثوي للسائل الميزابي، بيخفف من النزف، فهو بيأمن لي بيئة جافة بالإضافة لفراغ للمادة الطابعة. بعض الحالات ممكن يكون تقنية الخيط المفرد غير كافية لإعطاء حواف واضحة، أو ممكن في حالات يصير عندي بعض النزف أثناء التحضير، أثناء أنا عم بحضر صار في إصابة للنسج الرخوي صار عندي نزف، فهل الخيط هذا ممكن ما يكون قادر على السيطرة على النزف والرطوبة بشكل جيد؟ وهون نحن ممكن نشارك تقنيتين، تقنية الكورد أو الخيوط مع تقنية العوامل الكيميائية. ممكن نستخدم بعض مواد التبعيد الكيميائي، من أشهرها مادة الإكسبيزيل اللي هي عبارة عن معجون، ممكن نحن نقوم بحقنه حول السن بمنطقة الميزاب. هالمعجون هذا بيأمن لي كلمة تبعيد الميكانيكي بالإضافة إلى دور فعال بإرقاء النزف والتبعيد الكيميائي. فبهالحالات هاي ممكن أنا ما حصلت على التبعيد الجيد اللي بدي إياه بخيط واحد، ما في استخدم تقنية الخيط المزدوج، ممكن بسبب أنه الميزاب ضحل، بعض الحالات صار عندي نزف ما قدرت أسيطر عليه بتقنية الخيوط. فبهالحالات هاي ممكن نقوم نحن بدك خيط، بعد ما ندك الخيط ونقوم بحقن هالمادة هاي ضمن الميزاب اللثوي ومنتركها لمدة دقيقتين، بعد الدقيقتين نغسلها لمعجون التبعيد ونترك الخيط ضمن الميزاب ونقوم بأخذ طبعتنا. بهالشكل هذا نقوم بوضع الخيط، بعدين نحقن هالمادة هاي على محيط السن ضمن الميزاب. ما حكينا هالمادة هاي هلامية لزجة فبتعطيني نوع من التبعيد الميكانيكي بالإضافة لفعل المقبض والمرقي للنزف. تركها لمدة دقيقتين، هي مادة قابلة للانحلال بالماء، بعدها بسبريل الهواء والماء ونقوم بغسيلها ومناخذ الطبعة بشكل مباشر والخيط بيكون استاتو ضمن الميزاب اللثوي. التقنية الثانية هي تقنية الخيط المضاعف. تعتمد هالتقنية هاي على وضع خيطين ضمن الميزاب اللثوي. خيط أول بيكون الصغير أو الرفيع أو اللي قطره أصغر، وخيط ثاني اللي بيكون بحجم أكبر. طبعا الخيط الأول بنوضعه ضمن عمق الميزاب بيوصل لمنطقة الارتباط البشري، وغالبا الخيط هذا بيأمن لي نوع من التبعيد العمودي، بيدفش الحواف أو بيدفش اللثة باتجاه ذروي أكثر ما بيأمن لي تبعيد أفقي. هالخيط الأول نحن بنوضعه قبل ما نبدأ بالتحضير، لأنه حتى بيساعدني أنا عند بعد الحواف بإني حضر السن، بدل ما يكون تحضيري على مستوى اللثة أو تحت اللثة ممكن يصير فوق اللثة، لأنه أنا بالأصل بعدت اللثة باتجاه ذروي. لكن بدنا ننتبه هون، الخيط الأول بده يكون غير مشرب، ما يكون في أي مادة كيميائية مقبضة أو مرقئة، لأنه رح يبقى فترة طويلة وبالتالي ممكن يأثر يؤدي لفقر موضعي بهالحواف اللثوي بالنسج اللثوي، ممكن يؤدي لتنخر لتموت فيها وبالتالي لانحسار لثوي. فأول خيط اللي بدي أحطه قبل التحضير اللي بده يبقى فترة لازم يكون غير مشرب بأي مادة كيميائية. أكثر ما نستخدم هالتقنية هاي التقنية الخيط المضاعف في حالات عند يكون عمق الميزاب كافي، عندي عمق جيد للميزاب من الواحد ميلي فما فوق،
أيضا في حال وجود أثنان محضرة عديدي، في عنا تحضير لعدد كبير من الدعامات، فهالطريقة بتكون أكثر فعالية بتحقيق تبعيد جيد. أول خيط مثل ما حكينا 2-0 أو 3-0 بيكون حسب مثل ما حكينا البيوتايب تبع اللثة، حسب عمق النزاف أمامي خلفي. فبالأسنان الأمامية غالبا بيكون 3-0، بالضواحك أو الخلفية ممكن 2-0. نقوم بدكه، نبدأ بدك الخيط من الناحية اللسانية ونرجع للناحية اللسانية. بهالتقنية هاد لازم نقيس الخيط يكون قطره أو طوله تماما موازي لقطر السن. فهالخيط هذا لازم ما يتراكب على بعضه البعض. أنا بحطه من الناحية الدهليزية وببدأ الدك من الزوايا الأنسية والوحشية، بتجه فيه بهالاتجاه هاد باتجاه اللساني. آخر شيء بدي ينتهي بهالمنطقة هاي، لازم الخيطين يلتقوا مع بعضهم البعض. ببدأ الدك أنا من الدهليزي للناحية اللسانية، إذا لقيت إنه في طول زيادة ممكن قوم بقصه قبل ما دكه من الناحية اللسانية، بحيث إنه يوصل الخيطين يلتقوا مع بعض البعض بدون ما يتراكبوا، ما يعطوني سماكة كبيرة، يكونوا بعمق الميزان لحتى ما يعلقوا بسنابل التحضير أثناء اللي أنا بدي أحضر، وما يقوموا بتغطية خط الإنهاء أثناء أخذ الطبعة. يلتقوا مع بعض البعض ويكونوا ضمن عمق الميزان لما يطول التحضير أو أخذ الطبعة. بعد ما قمت بالتحضير وقبل ما أخذ الطبعة، أو ممكن هون نقوم بأخذ طبعة المطاط الصلب، وقبل أنا ما أخذ طبعة المطاط الرخو بقوم بوضع الخيط الثاني. الخيط الثاني غالبا بيكون قياس واحد أو قياس اثنين 1 أو 2، بوضعه فوق الخيط الأول. ببدأ بدكه بأن أحد الزوايا الأنسية أو الوحشية، بدكه على محيط السن وبترك له جزء من هالخيط خارج الميزاب لتسهيل عملية إزالته قبل أخذ الطبعة. فأنا هوني عند اللي بدي أجي أوضع المادة الطابعة، هالجزء هذا اللي موجود ضمن خارج الميزاب بيسهل علي أن أمسكه فورا بالملقاط وشده وفورا أحقن المادة الطابعة ضمن الميزاب. لازم نخلي الخيط الثاني مدة 5 دقائق ليأمن لي هالتبعيد الجيد بالمستوى الأفقي. الخيط الثاني أغلب قطره أو غص أو أكثر شوي من قطره لازم يكون ضمن الميزاب، وممكن يبقى جزء من هالخيط خارج الميزاب. فالهدف منه أنه يتواجد بالمنطقة السطحية من الميزاب اللثوي ليأمن لي بشكل أساسي التبعيد الأفقي. الخيط الأول اللي دكيته بعمق الميزاب رح يأمن لي نوع من التبعيد العمودي، بينما الخيط الثاني أنا بهمني يفتح لي مدخل الميزاب، فبدي تبعيد أفقي، فما بدكه بشكل عميق، بتركه بهالمنطقة حوالي خط الإنهاء عفوا، بحيث يأمن لي مدخل جيد للمادة الطابعة. هون في ناحية يفضل أنه يكون الخيط الثاني مبللا نوعا ما، أعطيه نوع من الرطوبة، دلله شوي بالماء. ليش؟ لأنه أنا عند اللي بحطه ضمن الميزاب فعند بيكون جاف تماما ممكن أنه يعلق بجدران الميزاب اللثوي بالنسج الرخوي، فأنا عند اللي بشيله ممكن يسبب لي نزف، بينما عند اللي ببلله قليلا ما رح يؤدي لأنه يعلق مع حواف النسج الرخوي، وبالتالي بقوم بإزالته بشكل جيد بدون ما يسبب أي نزف ضمن الميزاب اللثوي. بدنا ننتبه هون أنه هالتبعيد اللي عم يعمل لي إياه الخيط مدته ما بتتجاوز 30 ثانية، فأنا مجرد ما بشيل الخيط لحتى يكون جاهز لأخذ الطبعة. فهون يفضل انه المساعدة تبعيتنا بالعيادة تقوم بمزج المطاط الصلب اذا بدنا ناخذ تقنية الطبعة بمرحلة واحدة، وانا قوم بازالة الخيط ويكون فرد الحقن مباشر ضمن الميزاب عم يحقن المطاط بداخله، او في حال تقنية الطبعة بمرحلتين بعد انا ما اخذت مطاط صلب وحطيته على جنب، حط الخيط قوم بالتبعيد مباشرة. بعد ما اشيل الخيط ببدأ بحقن اللايت او المطاط الرخو ضمن الميزاب اللثوي بفترة لا تتجاوز 30 ثانية بين ازالة الخيط ووضع الطبعة
في فم المريض. لاحظ يفضل عم بدي استخدم الحقن، انتبه على شغلي انه رأس الحقن يكون على تماس مع النسج، وابدأ الحقن بحيث ينغمر بالمادة الطابعة، وابدأ حركه على محيط السن بدون ما اشيله من المطاط مشان ما يتشكل عندي فقاعات. يبقى الرأس مغمور بالمادة الطابعة، مرره على محيط السن وانتقل من سن لسن بدون ما اشيله، بدون ما اوقف حقن المادة اللايت او المطاط الرفو. بهالشكل هذا حطينا نحن مثل ما حكينا اول خيط، حضرنا السن، بعد ما حضرنا وضعنا الخيط الثاني، شلناه، بنشيل الخيط، بنحط المادة الطابعة، بنحط الطبعة، بعدين بنشيلها. بنلاحظ انه كيف بهالطريقة هاي رح تكون بنسخ منطقة خط الانهاء بشكل دقيق. رح يأمن لي هالفراغ هاد اللي بتندخل ضمنه المادة الطابعة. وبعد ما نشيل الطبعة برجع بقيمها، ومثل ما قلت لكم لازم نتأكد من وجود هالمسافة العمودية هاي اللي بتشمل النسج المجاورة لخط الإنهاء. إذا ما كانت موجودة ضمن طبعتنا معناتها الطبعة غير دقيقة، والمخبر ما رح يقدر مكان خط الإنهاء بشكل صحيح بالاتجاه الأفقي. ممكن يكون المخبر هون قادر على تحديد إنه هون مستوى الخط الإنهاء بالمستوى العمودي، ولكن وين الحواف الخارجي له؟ إذا أنا ما كان عندي المثال بهالشكل هذا ما رح يكون المخبر قادر على تحديد سماكة التعويض بالمنطقة الحفافية. بالأسنان الأمامية السفلية غالبا الميزاب بيكون ضحل، فهون ممكن نلجأ للخيوط 3 أصفار كخيط أول وصفرين أو صفر واحد كخيط ثاني. في بعض الحالات حتى ممكن ما تسمح لنا إلا بوضع تقنية الخيط المفرد. طبعا نرجع منأكد من نحن بنصبر اللسي، عمق الميزاب ونوع البايوتايب تبع اللسي من خلال المسبار اللسوي. كمان مثل ما حكينا انه الخيط الاول له مهمة، ليش بنحطه قبل ما نبدأ بالتحضير؟ لانه رح يكشف لي خط الحواف السن، فبدل انا ما سنبلتي تكون ضمن الميزاب، انا وضع الخيط ممكن يبعد لي اللسي لمسافة نص ميلي. فانا اذا بدي احضر على مستوى اللسي، كانت هالمنطقه هاي على مستوى اللسي، دكيت الخيط تراجعت اللسي للاسفل، فانا بحضر صار تحضيري فوق اللسي، فبيسهل علي عمليه التحضير وبخفف من اذيه النسج الرخوي. فهي الحاله بنلاحظ هون قبل دك الخيط انه ممكن تكون الحواف على مستوى اللسي. انا عند بدك الخيط بنلاحظ كيف راح يبعد اللسي، بتكون الحواف واضحه بالنسبه لي، في انهيها بالتحضير بدون ما اذي اللسي، وبرؤية واضحة وجيدة بتكون مسافة نص لواحد ميلي. دائما بدنا نذكر اثناء دك الخيوط انه نحن عم ندكها بمنطقة كثير حساسة. في عنا منطقة اسمها الارتباط البشري، هو هالسوار المحيط بالسن واللي بيربط النسج الرخوي مع السن. انا عم بدك بشكل راب، بشكل عنيف، ممكن يؤدي بأداة حادة، ممكن بعض بيستخدم المسبر لدك الخيوط. هالشيء هذا رح يؤدي لأذية بالارتباط البشري، وبس راح عنا الارتباط البشري رح يؤدي لحصول انحسار في اللثة. هالانحسار ممكن يكون غير ردو. أيضا بدنا ننتبه انه منطقة انه عملية التبعيد هي عملية بشكل عام تعتبر عملية راضة، فهالعملية حساسة ما بصير عيدها بنفس الجلسة أكثر من مرة. أنا حطيت الخيوط ما زبطت معي الطبعة، رجعت مرة ثانية وثالثة ورابعة، لا. إذا كررتها أكثر من مرة بنفس الجلسة ممكن تؤدي أيضا لأذية، لرد لثوي ولانحسار في اللثة. ما نجحت معي الطبعة، في التهاب، في صار نزف، فأنا هون بوضع تعويض مؤقت، بوصف له للمريض مضامض، بوصف بعض مضادات الالتهاب ببعض الأحيان، بنبهه لتحسين العناية بالصحة الفموية، وبأجل الطبعة للجلسة الثانية لحتى يصير في شفاء للسي، وبرجع باخذ طبعة من أول وجديد. أيضا مثل ما حكينا أنه في بعض العوامل ذات تأثير كيميائي، منا عوامل مقبضة ومنا عوامل مرقئة. هالعوامل هاي كانت المقبضة بتعمل على انكماش النسج الرخوي المحيطة بخط الإنهاء،
والعوامل المرقئة بتؤدي لتخثر في الدم وإيقاف النزف. طبعا هي بتؤدي لانكماش أولي أو لتقلص بالنسج الرخوي، وهالشيء بيساعد على أنه يعمى حتى تبعيد فيزيائي للنسج الرخوي. من هالعوامل في عنا سلفات البوتاسيوم والألمنيوم، في عنا كلور الألمنيوم، في عنا سلفات الحديد، وفي عنا الأدر ينالين. تجي بتراكيز الأكثر استخداما هو كلور الألمنيوم بتركيز 20 ل 25، وعنا الأدر ينالين 4 ل 8%. طبعا هالمقبضات او هالعوامل المرقئه لازم ما تبقى ضمن على تماس مع النسج الرخوي اكثر من 10 دقائق، اكثر من هيك ممكن تؤدي العوامل المقبضه لفقر دم موضعي بهالنسج الرخوي، ممكن تؤدي لتنخر، ممكن تؤدي لتموت بالحواف اللثويه وبالتالي حصول انحسار لثوي. فلازم نطبقها بعد ما نقوم بإنهاء التحضير. بدنا نستخدم تقنية الخيط المزدوج، بنرجع بنأكد أول خيط بدنا نحطه لازم يكون غير حاوي على أي مادة كيميائية، فقط تبعيد ميكانيكي. الخيط الثاني بنحطه مباشرة قبل أخذ الطبعة، هذا ممكن نشربه بأحد العوامل المرقئة أو المقبضة. بدنا ننتبه هون لموضوع تداخل هالعوامل هاي، الكان مع الطبعة والكان أحيانا مع عملية الألصاق، فخاصة سلفات الحديد ممكن تؤدي لتثبيط تصلب المطاط، وممكن تؤدي أيضا أحيانا لوسط حمضي بشكل كبير يؤثر على عملية الألصاق، ممكن تؤدي أيضا لحساسية في حال كان تحضير عميق وجود انكشاف للأقنية العاجية، بتؤدي لحساسية تالية لأخذ الطبعة. وهون أهمية أن نقوم بالغسل بالإرواء غزير وبشكل جيد لحتى نتخلص منها بشكل كامل لما تأثر على تصلب الطبعة أو على الألصاق بالمراحل اللاحقة. ممكن هون نحن نستخدم بعض المواد اللي بتعدل من الحموضة الناتجة عن هالمواد هاي وبتخفف من الحساسية، منها أشهر هالمواد وأكثر استخداما هو الهيماسيل. فنحن بعد ما نقوم بتطبيق العوامل المرقئة والمقبضة وبنغسل ونخلص طبعتنا، قبل ما نقوم بوضع التعويض المؤقت ممكن نستخدم الهيماسيل اللي هو ما بيترك أي أثر إلا وبيعدل لي من هالحموضة وبيخفف من الحساسية، وأيضا بيحسن من قوة الارتباط في حال أنا عندي فينير أو أي تعويض بدي ألصقه بالإسمنتات الراتنجية. المعاجين التبعيد، بعض الشركات قدمت لنا مواد تبعيد على شكل كبسولات او على شكل معاجين بنحقنها ضمن الميزاب اللثوي وبتامن لي هالتبعيد هذا، بتامن لي التبعيد بالاضافه الى عامل ثاني مهم جدا هو السيطره على النزف والرطوبه، فهي تعتبر عوامل مرقئه بتخفف من النزف وعوامل مقبضه بتخفف ايضا من نضح الميزاب اللثوي. تعتبر أسهل بالاستخدام، فهي مجرد إلى توضع ضمن فرد أو محقنة خاصة فيها وإلى رأس رفيع بتنوضع ضمن الميزاب اللثوي ونقوم بحقنها، فهي سهلة الاستخدام وأقل ربط، ولكن سيئتها أن أقل فعالية من الخيوط، فما فينا نستخدمها بمفردة مع التحضيرات اللي بتكون بعمق الميزاب أو تحت اللثة بمسافة، فبيكون تبعيدها ليس ذو فعالية جيدة. في عدة مواد من عدة شركات، منها بتجي على شكل مثل أمبولات لرأس ولفرد خاص للحقن، منها بتجي محاقن جاهزة مثل محاقن الكومبوزيت السيال أو الحمض أو أي مادة ثانية، رأس رفيع بنوضع ضمن الميزاب اللثوي ونقوم بحقنه مثل إكس بيزل، تركسودين، جنجي تراك، كلياتها أسماء تجارية ما أنها بصدد الترويج لأي منها، بتعتمد على هالمعجون اللي بيكون فيه له نوع من اللزوجي بيندخل ضمن الميزاب، بالإضافة أغلبيتها بتعتمد على كلور الألمنيوم كمادة مرقئة
وهي المادة الكيماوية الفعالة اللي بتكون فيها. استخدامها بيكون تطبيقها لمدة دقيقتين، نوضعها لمدة دقيقتين وبعدها نقوم بغسلها والتجفيف وأخذ الطبعة بشكل مباشر. أهم ميزة لها أنه غير راضة وغير مؤذية للنسج الرخوي. بعض الحالات نحن لحتى نقوم بأخذ فعالية أكبر لها، قدمت لنا بعض الشركات قبعات ضغط نسميها، قبعة من مادة شبه اسفنجية قاسية فيها بعض القساوي أكثر من الاسفنج العادي، بتجي على شكل قبعة مفرغة من الداخل بعدة أقطار عدة أحجام. نقوم بوضع المعجون ومن ثم نوضع القبعة فوقه ونطلب من المريض أنه يعض عليها، هاي بتسمح أنه المعجون يندخل ضمن عمق الميزة ويعمل لي تبعيد أكبر من وقت بتكون موجودة لحالها. أو ممكن أنا أستخدم تقنية مثل ما حكينا أنه أوضع خيط وفوقه أوضع هالمعجون هذا، في حال يعني هي مشاركة بين تقنية الخيوط وتقنية المعاجين المبعدة للإسفنج. ممكن بعض بيستخدم المشرط الكهربائي اللي بيعمل على قطع جزء من بطانة الميزاب اللثوي، له فعالية مرقئة بيسيطر على النزف، ولكن ما فينا نستخدمه مع النسج الملتهبي أو في حال وجود أي مشاكل لثوية. له عدة رؤوس بعدة أحجام، ولكن استخدامه ليس الطريقة المثالية لأنه بده يكون في حذر باستخدامه، أي غلط ممكن يؤدي لانحسار باللثة. الطريقة الأحدث هي الليزر، لليوم صار استخدامه بعدة مجالات بطب الأسنان ومن ضمنها هي تبعيد اللثة. يعتبر من الطرق السريعة، يعمل لي تبعيد وإرقاء بنفس الوقت وبيسيطر حتى على السائل ضمن الميزاب بدون أنا ما ألجأ لأي خيط أي شيء، ولكن هي تقنية مكلفة بتعتمد على وجود الليزر ضمن العيادة. الله يعطيكم العافية. اليوم حبيت أحكي عن الجزئية الصغيرة اللي هي لها دور كبير بنجاح التعويضات الثابتة، ولكن للأسف عم يتم إهمالها بشكل متكرر ضمن العيادات، وأغلب الحالات اللي عم تراجعنا بالعيادة فشل التعويضات بيكون سببه عدم دقة الطبعة بمنطقة الحوام. الله يعطيكم العافية. السلام عليكم.